بطولة 2001 كانت النسخة الأفضل لينا كمنتخب مصر في كأس العالم، من بعدها نسخة 2021 الأخيرة. طبعا لو كنا عدينا الدنمارك واحنا كنا قريبين جدا من ده، شايف ان احنا كنا ممكن ناخد البطولة، مش بس ان احنا نحقق نعيد تكرار انجاز 2001؟ ليه لا، يعني في الاخر هي الدنمارك خدت البطولة. فلو انت كسبت الدنمارك واحنا في الاخر خسرنا بنالتيات، فيعني كان اهم حاجة في البطولة دي بالنسبة لنا ان الناس والفرقة كمان من جواها بدأت تصدق اللي احنا ممكن نكسب اي حد في العالم. وهو ده المطلوب، يعني في الاخر سواء احنا كسبنا او ما كسبناش، في الاخر انت كان عندك، انت شفت قدامك والناس كلها شافت ان احنا نقدر نكسب اي حد. فطالما تقدر تكسب الدنمارك يبقى هتقدر تكسب اسبانيا، يبقى هتقدر تكسب فرنسا، يبقى هتقدر تكسب السويد. واحنا ده اللي احنا بنحاول نعمله في الفتره الجايه. يعني احنا المفروض ان احنا اللي خدناه ده خطوه كبيره عرفت الناس قد ايه احنا مستوانا موجود وسط الناس دي، بس احنا لسه ما عملناش حاجه. احنا لسه الطريق طويل جدا قدامنا ان شاء الله. اكلمني عن كواليس ماتش الدنمارك تحديدا. يعني الماتش ده تقريبا بس مصر كلها كانت بتتفرج عليه على الهاوي، وكان الحياه متوقفه عشان تتفرج على الماتش ده. فانتوا بينكم وبين بعض كنتوا بتتعاملوا ازاي مع الماتش ده؟ كنتوا داخلينه وانتم حاطين لنفسكم اللي هو تو اوبشنز، ان هو والله لو كسبنا فاحنا كده حققنا اعجاز مش انجاز، ولو خسرنا فده الطبيعي لان انا بلعب الدنمارك، ولا كنتوا بتتعاملوا ازاي مع الماتش؟ احنا كنا شايفين روح قتاليه يعني غير مسبوقه متهيألي. والله يعني ممكن اقول لك اخدك من الاول كده، احنا البطوله دي كان ساعه الكورونا طبعا، فكان كنا قاعدين في البابل ما بنتعاملش مع اي حد، فاحنا ما بنشوفش الناس في الشارع، ما بنشوفش الناس بتتكلم ازاي، ولا بنتفرج اصلا كمان على التلفزيون قوي، وما بنشوفش برامج. احنا كنا قاعدين بنلعب ماتشات، بنعمل التمارين، بنروح للماتش، فاحنا عايشين جوه البابل بجد. يعني مش عارفين اي حاجه عن العالم، احنا مش عارفين، يعني احنا خارجين مش عارفين بعد الماتش قد ايه ان الناس كانت بتتفرج عليه، وان الماتش يعني تفاجئنا تاني يوم الصبح بقى من الموضوع. لكن احنا رايحين الماتش بنفكر اللي احنا ان هو نهائي، يعني مش موضوع احنا الطبيعي اللي الناس متوقعه اللي احنا نخسر. لا بالعكس، احنا بنلعب على ارضنا وعايزين نوصل نجيب ميدالية، وهو ده كان الهدف من الاول. فلعبنا الدنمارك، لعبنا حد تاني، كان الماتش اهم حاجه واحنا رايحين احنا مركزين، مذاكرين، نتفرج على الفيديو، مرايحين كويس، رايحين الماتش ده عشان عايزين نعمل حاجه كبيره، وعايزين ان احنا نكسب الماتش. وهتلاقي ان الماتش كان فيه نديه من اول ثانيه طبع لحد اخر ثانيه، عشان الماتش ده ممكن الناس ارتبطت بيه جدا كمان، عشان انت كسبت وكنت خلاص، احنا كنا كسبنا وبعدين كنت خسرت برضه، خلاص خسرت، وبعدين كنت كسبت تاني، وبعدين كنت خسرت تاني. فالموضوع ده يعني الناس كلها بعد ما اتفرجت على الماتش، حتى اللي كان بيكلمنا بعد كده اللي هو لعبه الهاندبول دي لعبه حلوه جدا، احنا بنقول لهم يعني هي مش حلوه كده على طول برضه، يعني هو ده مش طبيعي. لكن الماتش علم مع الناس، لانه فعلا كان ماتش حلو، وكان في حاجات، قرارات كتيره وقرارات تحكيميه، ويعني الماتش كان فعلا مسلي لاي حد ان هو يتفرج عليه. يعني شايف لو كان الجمهور موجود في البطوله دي كان هيزودكم بنسبه قد ايه مثلا؟ كل الناس اللي حتى اللعيبه اللي في اوروبا اللي معايا اللي كده تقول لي البطوله دي لو بجمهور كنت كده كده هتكسبوا الماتش ده. كانت هتزودك بنسبه قد ايه؟ بنسبه كبيره طبعا. عشان الجمهور دايما وانت على ارضك، خاصه في ال 20,000 في استاد القاهره، بيديك زقه، واحنا ما كناش محتاجين غير جون. يعني كنا محتاجين حته بس، الحته دي لو خدناها خلاص، يعني كنا، يعني رايي طبعا طبعا كنا ممكن نعدي الماتش ده، وكنا ممكن نعدي ماتشات تانية كمان. هاخد بقى من كلامك ده وهروح على الاولمبياد. احنا في الاولمبياد قدمنا كمان كهاند بول، يعني لا قدمنا مستوى يمكن فنيا احسن كمان من كاس العالم، يعني وصلنا لقبل النهائي. بس بتلاقي كده حاجه غريبه ان هو في عدم ثبات في المستوى. يعني انت قدام فرنسا فقبل نهائي، قبلها انت كسبان المانيا، كسبان السويد اعتقد، فاللي هو منتخبات يعني قويه جدا. فرنسا في المقابل حتى تحس انها ما كانش جوه البطوله مستواها اقل مننا، ولكن تتفاجئ ان انت قدام فرنسا بتخسر او على الاقل مش بتظهر بنفس مستوى الماتشات اللي فاتت. هل الجانب البدني بيفرق مع منتخب مصر؟ انا بحس ان احنا ساعات اثناء البطوله بننهك، فبنوصل للمراحل المتقدمه واحنا خلاص مسلمين. يعني في الاخر فرنسا خدت البطوله طبعا، ما نقدرش نقول ان فرنسا كانت اقل من السويد او اقل من المانيا، في الاخر كانت احسن فرقه في البطوله.
وهي كانت حتى في المجموعه كانت من احسن الفرق اللي بتأدي. فالمستوى كله خاصه في المربع ده بيبقى قريب من بعضه، يعني مفيش حد اوحش من حد. هي كله احنا كسبنا السويد، بس السويد اللي ما تأهلتش من المجموعه، بس ممكن تكسب فرنسا برضه عادي جدا يعني. بس احنا بنتكلم ان الدنيا في المستوى ده صعبه جدا يعني. احيانا بيكون في فرق اللي هي احسن والناس كلها عارفه انها احسن وكل اللعيبه بتاعتها بتلعب في اوروبا وبرضه ما بتكسبش، زي النرويج مثلا يعني. عندهم احسن لعيب في العالم وكل الناس تبقى متوقعه ان هم يوصلوا ويكسبوا وبتاع وما يكسبوش. فالموضوع صعب، والناس لازم تبقى برضو عارفه ان احنا حتى لو وصلت السيمي فاينل وحتى لو وصلت الفاينل ما ينفعش نقارن الماتشات دي اللي هو ماتش هتلعبه حلو وماتش هتلعبه وحش. لا، المستوى عالي جدا، فطبيعي مش عندكش نفس الخبرات اللي عند الناس دي. ثانيا طبعا الموضوع البدني اللي انت قلته، الموضوع مش بس بدني، الموضوع احتكاك في الاخر. احنا البطوله دي كنا واحنا بنلعبها كان عندنا كام واحد في الصف الاساسي بيلعب في اوروبا اللي هو متعود ان هو كل اسبوع او كل مرتين في الاسبوع بيلعب ماتشات جامده طول السنه. مش كتير اكيد مقارنه بيهم، لا ثلاثة، هم كلهم اثنين ثلاثه، ممدوح هاشم سند وانت وانا، لكن الباقي كله حتى علي زين كان لسه بيلعب في الامارات، يحيى الدرع كان لسه في مصر، بكار كان لسه في مصر، اللعيبه الاحمر الباقي الاجوان كان كل لعيبه تلعب في مصر. في الاخر اللي احنا بنقوله الفرق بين مصر واوروبا ان مش فكره ماتش واحد قدام ماتش واحد، احنا كفرقه ممكن نكسب الزمالك والاهلي، ممكن يكسبوا فرقه كمان من الكبار. لكن هل الزمالك بقى لو مثلا او الاهلي او المنتخب مصر او ايا كان بيلعب طول الموسم في الماتشات الجامده دي هيفضل طول الموسم بيظهر بالمستوى القوي ده؟ هيقعد فتره برده على ما يتاقلم وفتره على ما البدني بتاعه يلاحق المستوى. فاحنا هو ده اللي بيفرق لما اللعيبه بتطلع بره، هو ده اللي بيفرق بعد كده مع المنتخب، ان احنا مش بنبقى كويسين ومبسوطين في اول ماتش، لكن في تاني ماتش، لكن في سادس ماتش بنفضل برضه نفس المستوى، عشان اوريدي انت متعود ان انت هناك في الشهر بتلعب 6-7 ماتشات من المستوى ده. احنا حاليا خامس العالم على مستوى الكبار، ثالث العالم على مستوى 21 سنه، اول العالم على مستوى 19 سنه، الكلام ده في 2019. فتفتكر اللي هي الكومباينيشن ديت مفروض بتؤدي في النهاية ان هو الطبيعي ان احنا خلاص بعد كده ناخد بطولة العالم للكبار على مدار السنين القليلة القادمة؟ على المدى البعيد مفيش حد يقدر ينكر اللي احنا طلع لنا لعيبة كويسة جدا من تحت، وفي اوريدي لعيبة موجودة دلوقتي في المنتخب خبرات كبيرة، على لعيبة مستواها عالي، على لعيبة بتلعب في الدوري المصري بس مستواها كبير. فالميكس ده موجود ومحدش يقدر يقول غير كده، اللي احنا عندنا فرقه تقدر تدي الخمس ست سبع ثمان سنين الجايين وتفضل في المستوى ده. الميداليه ان شاء الله والترتيب وان انت تكسب وان انت توصل مش بيجي في يوم وليله، وهو ده اللي احنا بنشتغل عشانه، وهو ده اللي الناس كلها بتحاول تعمله. هناخد الميداليه امتى وهنوصل امتى؟ طبعا دي حاجه انا ما اقدرش احددها وما اقدرش اقولها، كله على حسب التوليفه دي هتوصل تبقى في احسن فورمه امتى بالظبط، لما كله يكون يعني باللغه الرياضه استوى يعني كل السنين الجايه. وحتى بعد ما نوصل اللي احنا نحقق ميداليه ده مش هيبقى اخر المطاف، يعني مش اللي احنا خلاص هنوصل ناخد ميداليه يبقى احنا كده انجزنا الانجاز، ولا احنا عايزين نفضل بقى في النجاح. نفضل بقى يبقى عندنا فرقه ويبقى بيتصرف عليها بالشكل ده وبيبقى بتطلع لعيبه لبره بالشكل ده وبيبقى عندها فرق في الاهلي والزمالك بتنافس بالشكل ده على طول، وليه لا يعني.